أعزائي من جبل الزيتون، أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن دخول المسيح الظافر المنتصر إلى أورشليم القدس. حدثت من هذا الجبل من شرقي هذه المنطقة، ابتدأت رحلة المسيح من بيت فاجي بيت عنيا مجيئاً إلى غربي هذا الجبل جبل الزيتون، نزولاً بهذا الطريق يسمى طريق أحد الشعنين، ومراً بوادي قدرون الذي يفصل مدينة أورشليم عن جبل الزيتون، ودخل من البوابة الشرقية إلى منطقة الهيكل. طبعاً كما ترون مدينة القدس من خلفي، تستطيع أن ترى كنيسة القيامة، تستطيع أن ترى أسوار أورشليم، وترى بستان جتسيماني المكان اللي كان يصلي فيه المسيح، وتستطيع أن ترى عدة مواقع كتابية من منطقة الهيكل قديماً إلى جناح الهيكل العظيم. من هذا المكان أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن دخول المسيح الظافر إلى أورشليم.